سو خلنا قريبا نلعب بيوه. قلت لكم خلنا نشوف الركن ذا اللي هو بسم الله ما شاء الله لكم قاعدين تشوفوا يعني الفيديو يتحدث عن روحه. قاعد لي نصف لكم راهو شويه هو نورمال ما راهو الحب ملوكي يتقص بال ما عندك مقص ولا حاجه. تقول شوف هذوما ثلاثه مع بعضهم مربوطين. انا نجبد وكاو خاطر معناتها زيد كي تبدا الانتاج بسم الله ما شاء الله بالكميه هذه ما عادش تخمم تقص بالكعبه يعني تولي اعطيني نكمل خاطر تعرف روحك كميه هائله يعني ماكش باش تولي تقص فينو وبالكعبه وبال فهمتني. طبعا واحد يجني الحب ميوك وفي نفس الوقت ياكل. الحمد لله الحمد لله رزقنا عند ربي سبحانه وتعالى. هذه مضروبه شويه كيف كيف قلت لكم نطيشها تطلع شجره اخرى باذن الله وناكلوا احنا وناكلوا الناس الكل العائله الكل تاكل وفي نفس الوقت الطيور تاكل وكل الحيوانات اللي معناتها تتغذى تنجم تتغذى مع الثمار اللذيذ هذا اللذيذ والغني بالفيتامينات. انا عبيناه هذا صحيح بسم الله ما شاء الله هنحطه على حيده باش نعبيه الباكو هذا تاعك ان شاء الله. خلينا نشوفوا قداش نقعدوا باش نعبيه صوته. ما شاء الله ما شاء الله بنات تفرجوا تفرجوا معايا. اللهم صل على النبي بسم الله ما شاء الله. شوف قداش فيها اللهم صل على النبي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله اللهم صل وسلم على سيد الخلق اللهم صل وسلم. خيرات من عند الله سبحانه وتعالى. تبا كي بدينا تشوفوا ها ان شاء الله هذا الطرق البركه فما اللي مغامقه برشا تنوريكم من بعد. عندنا زاد عندنا العديد من الانواع نتاع الحب ملوك هنا العديد من الانواع المختلفه الالوان المختلفه على ذاك هذه معناتها فيها مشكك مع بعضه سبحان الله. في ألمانيا سنة الفارطة كان إنتاج التفاح رهيب رهيب لدرجة وأنه التفاح وصل رخيص معناتها والعباد تهدي فيه يهديوا فيه اللي عندهم الجر متاع التفاح لأن الإنتاج كان رهيب مريع ما عندي ليه حتى وصف معناتها الا انه انتاج كان باهر وغير معتاد فهمتوني. ندور الكاميرا شويه فهمتني. فكان يعني السعر نتاعو في المحلات التفاح رخيص جدا 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 بسم الله. وسنا سعر الحب ملوك تو ينخفض ولكن مازال في 7 أوروات وأكثر فهمت. خاطر حب ملوك مش العباد الكل عندها أشجار ولكن اللي عنده أشجار حب ملوك يحليله كما نقولوا احنا معناتها ارتاح من برشا حاجات وعنده ثمار يعني لذيذ ومحبوب جدا. خلينا نمشوا للزاوية الأخرى نقلوا الكاميرا. خذوا معايا يا حبيبي حطوا السوبر ركحوا صح بسم الله ركحوا السوبر هنا اوزروا هذه ها نوع اخر هذا نوع اخر ها اوزروا له ها نوع اخر اصغر اغمق سبحان الله ان شاء الله مضروبه شويه هذه لكن خلنا نختاروا كعبه نظيفه في اوزروا له هذه بسم الله ما شاء الله حمراء ريتو فما فرق كبير في اللون ولكن ما هيش الماركة هذه. هاوش نوريكم ماركة أخرى. شوفوا ماركة أخرى
نفس سبحان الله ماركه دي صغيره ولكن ماركه سوداء. يعني عندنا الحمراء احمر قاني اللي هو هذا، وعندنا اللي ماء الاصفر البرتقالي، وعندنا الاسود. سامحون في الاسود في الغابه هذه عندنا الاسود الصغير وعندنا الكبير. الكبير لازم نطلع لشيرة اخرى نوريكم الحب ملوك الاسود الكبير، وريته في فيديو سابق الجمعة اللي فات. باهي خرج حسوبور شوية لازم شوية الليكليبر شوية هكا هنقص على رواحنا. بسم الله ما شاء الله حلوة برشا الاسود ذاك، لذيذ جدا 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 حلو عسل كله عسل. انا راه كي نقول لكم راه معناتها حلو والله لاني نبالغ عليكم وما عنديش علاش نكذب عليكم، هذا صدق معناتها نحكي معكم بالصدق. سبحان الله شيء يعمل كيف والله الحمد لله والشكر لله، اللهم انعمت فزدت وبارك يا ربي، لك الحمد والشكر حتى ترضى، ولك الحمد والشكر رضيت، ولك الحمد والشكر بعد هذا الحمد لله والشكر لله. تفرجوا يا جماعه ان شاء الله مصلى على النبي. عندي اللي في الأكحل كيف ما نادي في الكبرى هذا رهيب 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 ما شاء الله. طبعا شنو نقعدوا نعاودوا في نفس الحديث، نقول لكم راهو اللي تلقاها مضروبه طيشها في الارض طبعا والحمد لله نعمه من عند ربي فتطلع شجر اخرى باذن الله سبحانه وتعالى. ف رزق من عند ربي سبحانه، رزق رزق من عند الله والله صدقوني، رزق من عند الله سبحانه اللي تطيح بركات. شو ما نطولش عليكم يا غاليين فهمتي. بسم الله ما شاء الله انا قريب نعبيه هذايا، طبعا عبينا السطل الصغير هذاك زاد معبيه هو هنا. بسم الله ما شاء الله بركات. كان هذا هو الفلوغ ان شاء الله، كان طلعت للشجرة اللي بالاكحل الحب ملوك الاسود تنصور لكم. اوكي نحبكم برشا برشا اللي يقع.